السادة مصدر من المضارع اليمين بالصناعة التالية وخصص الشمال والمضارع بكل من خمسة صغيرة أين الأمر الكريم يشرف بداية أتوجه لكم سيدة مصادة الأعضاء في افتتاح أشغال جوية العامة العادة للغرفة براس الدورة في فبراير 2023 بجميع شكري وعرض امتناني على وجوداتكم النيرة وغيرتكم الكبيرة على قطاع الصناعة التقليدية الذي نفتخر جميعا بالانتماء إليه والدفاع عنه لما يمثله في رمزية تاريخية شكلت على مر العصور منعا حقيقيا لإنتاج النخب وتكون القيادة. اليوم الدورة ديال فبراير ديال الغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط صلاح قنيطرة، كما كتعرفوا هاد الدورة هادي دائما كتكون مخصصة للحساب الإداري ديال السنة الفارطة، كذلك طرقنا لواحد عدد ديال المشاريع اللي منها اتفاقية شراكات، أهمها هي الشراكة اللي غادي نديرو مع لتنظيم واحد المعرض ديال القفطان المغربي في دولة كينيا في عاصمة نيروبي. كما كتعرفوا كنسبق لينا ونظمنا معرض اخر في ابوجا السنه الفارطه اللي تكلل بواحد النجاح كبير، وهذه السياسه ديال صاحب الجلاله اللي كنتبعوها ديال جنوب جنوب، واللي اليوم الغرفه انخرطت بها بشكل جدي، وان شاء الله كنتمنوا هادشي يدوز في واحد الظروف تكون جد جيده، لان كتعرفوا المشاركه في معارض او تنظيم معارض في دول افريقيه وماشي حاجه اللي سهله، اللي كتطلب واحد العدد ديال الدبلوماسيه، واحد العدد ديال الاتصالات، واحد العدد ديال سميتو، والحمد لله ان شاء الله نتمنوا كي ينجح لنا المعرض ديال ابو جا، ينجح لنا المعرض ديال نيروبي. كذلك نقاط اخرى اللي طرقنا لها اللي هما الحساب الاداري اللي شفتوا كي داز في اجواء نقاش حول المصاريف الغرفه، حول كيفيه المصاريف ديال واحد العدد ديال المسائل في الغرفه، والحمد لله اللي داز هو وما فيش تصويت ولكن فيه ابداء راي، الحمد لله كلشي داز مزيان. ودابا انتم جيتوا عندي كصحافه، راه باقي ما كملناش الدوره، لان تفاجئنا بالموت ديال واحد الاب ديال واحد العضو، غندخلوا ان شاء الله نكملوا الدوره ديالنا، ولكم الشكر الجزيل. تعتبر اول مشاركه، لانه مرينا بواحد المحطه انتخابيه اللي كانت محطه جزئيه لغرفه الصناعه التقليديه لجهه الرباط صلاح، عرفت واحد الفقدان ديال المرحوم خالد الحنوني، وتم اجراء انتخابات جزئيه بمدينه تفلت، خصوص اللي كانت النتيجه آلت الى عبد ربي المصطفى وكريم عن حزب حركه الديمقراطيه الاجتماعيه. اليوم اول محطه كانت لي بغرفه الصناعه التقليديه بجهه الرباط صلاح القنيطره، اللي يعني كاين محطه اللي يمكن نعتبرها تجربه اولى وفريده من نوعها داخل هذه الجهه، ولكن نتأسف كثيرا لبعض المداخلات التي لا تصب في اتجاه تمثيلية الصانع التقليدي بصفة عامة. نحن نمثل الصانع التقليدي، وحري بنا أن نقف وقفة تأمل لمراجعة كل الأفكار التي تروج من خلال هذه الدورات، وخصوص يعني تتعرف واحد نقاش حاد ما بين رئاسة الغرفة ومستشاري من كل اتجاه وصوب. علينا أن نعمل جاهدين على تمثيل الصانع التقليدي أحسن تمثيل والدفاع عنه، لأنه ما الفرق بين صانع تقليدي وما الفرق بين مستشار ممثل للصناع التقليديين؟ لا فرق بينهما، اللهم أن هناك عمل تطوعي من أجل الدفاع عن المصالح العليا للصانع التقليدي، وهذه السياسة التي تناجها حكومة صاحب جلالة نصره الله. التقليدية حاليا يعني اعتبر الصناعة التقليدية وبالخصوص غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، واسميها دائما بغرف المظالم، لان العناية بالصانع التقليدي تتطلب مجموعة من الآليات، مجموعة من المعطيات، حتى نتمكن من رفع واعطاء القيمة الحقيقية للصانع التقليدي، لان هناك بعض الامور التي تشوب قطاع الصناعة التقليدية، واتأسف كثيرا حينما أنني أجد بعض المواد الأولية المستعملة في هذا القطاع وبالخصوص النسيج مواد مسرطنة، أنها تصيب مستعمليها بالسرطان، وبالخصوص أن هذه المواد الأولية تدخل البيوتات، لأنه بعض النساء يزاولن حرفة الصناعة التقليدية في النسيج كالحنبل والزربية، ويدخلن هذه المواد الأولية المسرطنة إلى عقر دارهم، لأن هنا الوزارة كما نحث دائما يعني ما كاينش توعية
لان ما كاينش حمايه للصانع التقليدي، ماشي توعيه، بقدر ما ان الوزاره ملزمه باجراء فحوصات على المواد الاوليه المستعمله في القطاع، لانه مؤخرا على ما اعتقد سنه 1999 هناك مواد استخدمت من الشيلي، الصباغه ديال الصوف استخدمت من الشيلي، وتم ايجاد هذه المواد انها مضره بالعنصر البشري بالمانيا. الزربيه تصنعت في المغرب وتصدرت لالمانيا ورجعت الى عقر الدار، لان هناك ما كاينش مراقبه على المواد الاوليه المستعمله. فمن اجل حمايه العنصر البشري الذي هو ركيزه الحفاظ على التراث ديال الصناعه التقليديه، علينا ان نوفر اليات، وعلينا ان نغير من عقليه المستشارين داخل غرفه المظالم. دائما اسميها غرفه المظالم لانها لا تعطي للصانع التقليدي حقه. لحد الساعه هناك عمليه تدرج مهني، ولكن لم ترقى الى مستوى وتطلعات الصانع التقليدي لجهه اقليم الخميسات. اقليم الخميسات من الاقاليم المهمشه على اعلى مستوى، بالخصوص الحكومه الحاليه الان لم تعره اي اهتمام، وكما جرت العاده علينا نحن كصناع تقليديين ان نخوض في غمار معركه دروس من اجل الرفع من قيمه الصانع التقليدي باقليم الخميسات، لان اقليم الخميسات يتميز بصناعه الحنبل وكذلك بعض الصناعات الخشبيه، يعني النقش على الارز، يعني يجب الرفع من هذه، لان العنصر البشري هو قوام وعماد المجتمع. شيماء زمزامي، نائب الاولى الرئيس غرفه الصناعه التقليديه جهه الرباط القنيطره، اليوم كنحضروا الدوره الجمعيه العامه العاديه للغرفه اللي كتنضم عده نقاط، من الحزب الاداري والاتفاقيه على مجموعه من المصادقه على مجموعه من الاتفاقيات، وكاين واحد الاتفاقيه مهمه اللي هي ديال المعرض اللي غيكون ان شاء الله في كينيا في مدينه نيروبي، اللي غادي نديروا فيه معرض يمثل غادي يمثل القفطان المغربي في كينيا ان شاء الله. غيديروا غير القفطان المغربي فقط؟ لا، هو المحور داير مع اتفاقيه مع وزاره الثقافه باش نديروا التمثيليه ديال القفطان المغربي، ولا يكونوا الحرف الاخرى حتى هما ممتله. هو القفطان المغربي؟ نعم. والصناعه الاخرى اللي غتكون؟ غتكون جميع الحرف بحال المعرض اللي كان في ابوجا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.